السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شوف تمرين ربط، أنا ما أتكلم عن التمرين، أتكلم عن التدريب. هنا أنا كاتب open space، يعني فراغ مفتوح، نفذوا بنفس الفعاليات. هنا أنا كاتب close space، فراغ مغلق. مغلق ليش مغلق؟ هاي العصي اللي تعتبر هدف أول، هدف ثاني، هدف ثالث، هدف رابع. والتمرين كالتالي، انسى الآن العصي، مناولة من الأول للثاني، ثاني للثالث، ثالث يهاجم الكرة للمهاجم المركزي، مهاجم المركزي هاجم الكرة، يلعبها لمنطقة الجناح للاعب الثالث، يروح اللاعب الثالث الكرة، يلعب كرة عكسية، الكرة العكسية تهاجم الكرة، الدور الثاني المهاجمين المركزيين تحت الضغط، هذا واحد وصل هنا راح ينطلق منا، المدافع ينطلق وياه، هذا ينطلق من بعيد، المدافع ينطلق وياه، وهذا اللاعب الوسط يروح لمنطقة الوسط أو خارج منطقة الجزاء، ويصير كروسين ويصير التاج تحت الضغط، فيصير 3-2 عندنا. جرب هاي مرة، لكن هذا يختلف عن هذا. هذا لابد، شوف التعليم، لابد أن اللاعبين ذولا يتبادلون الكرة من اللمسة الأولى من بين الأهداف الصغيرة. انتهى انتهى الكلام، ما ريت كلامي. لابد، شرط أساسي. وهنا لا، ما في فراغ مفتوح، لكن نفس الشيء، مناولة 2-3-4 نفس الشيء، نفس المناولة بالجناح كرة عكسية، لكن في فراغ مفتوح، هذا فراغ يسموه مغلق. هاي النقطة اريد فقط اركز عليها واضع عليها سؤال، ما الغاية من وضع هاي؟ هل انا استعرض، يعني اعمل شو، ام هناك غاية من وضع هذه الحواجز؟ احفظها، في هذا الفراغ اللي يتم به الربط والبناء. فقط اريد قل لي ما الغاية هنا، وبالنسبة لك مقارنة بين هذه الجهة اليمين وجهة اليسار، شنو يكون العمل بالنسبة للمجموعة باليمين والمجموعة باليسار؟ يعني هنا أنا إذا قلت أريد أهدف إلى شيء، إلى أي شيء أهدف، وهنا إذا أهدف إلى شيء، إلى أي شيء آخر أهدف، وتكتب الجواب، وبعد ذلك تذهب إلى الاستديو الخاص ببرنامجنا وتشوف الجواب إن شاء الله قريبا. أنا موفق المولى، أسأل الله لي ولكم الصحة والعافية. تذكر open space close space، close space تغلق بحواجز، مصاطب، علامات، أشياء يعني تصير عائق أمام اللاعبين. شكرا جزيلا، صلى الله على سيد رسول الله الهادي الأمين شفيعنا يوم الدين إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.